السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزول في اللون. اليوم راح نتكلم على هذه الورق النقدية وهذه 2000 دينار وهذه 1000 دينار. هذه ورقة نقدية 1000 دينار خرجت في التسعينات في وقت نقدر نقوله المرحلة اللي كان فيها الإرهاب، وكان فيها الفقر، وكان فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وكانت الجزائر في حالة انهيار. وهذه الورقة في عهدة البترول، عهدة الزفت والقدرون، وعهدة ظهور البرجوازية أصحاب الملايير بالدولار وليس بالدينار. في أوراق النقدية الماضية 200 دينار وعشرين ومئة دينار وخمسين دينار، كلها كان فيها صورة الأمير عبد القادر. هنا كاين صورة على الأمير عبد القادر، وهذه 2000 دينار فيها الأمير عبد القادر، ولكن في هذه فيها الثور، فيها الثور، فيها الطورو. لماذا في التسعينات نحاو أمير عبد القادر من هذه، وفي المرحلة دي رجع الأمير عبد القادر إلى هذه الورقة؟ أنا أتكلم عن الأمير عبد القادر، رأيي تاعي، رغم أني ما قريتش عليه التاريخ حقيقة، ولكن تقريبا نفهم النقاط، أهم النقاط في مسيرة أي بطل، أي رمز، أي توصف بالرمز. الأمير عبد القادر وعبد القادر المالي، الأمير عبد القادر المالي. الأمير عبد القادر دار مقاومة مدة معينة من الزمن، سنوات، بعدين انهزم، طبقت عليه سياسة معينة كما علمونا في المدرسة، السياسة تاع الأرض المحروقة أو شيء من هذا، ثم انهزم وقبض أو استسلم أو ألقي عليه القبض، ثم فضل العيش في المنفى على أن ربما أن يستشهد. عمر المختار قال نحن قوم ننتصر أو نموت، هذا موقف قوي عظيم. لما تفضلوا فيلم تيتانيك، سفينة تيتانيك اللي غرقت، في نهاية الفيلم لما غرقت السفينة طلبوا من قبطان السفينة، قالوا له هاي تهرب تنقذ نفسك، قال لهم لما السفينة تغرق فالقبطان لا يهرب، يغرق مع السفينة، ففضل أن يموت مع السفينة. كيف إنسان دار مقاومة مدة معينة وبقى الاستعمار بعده أكثر من 50 سنة و60 سنة، ويقولون أنه هو الذي أسس الجزائر الحديثة؟ هل الجزائر لم تكن قبل أمير عبد القادر؟ هل في وقت الدولة العثمانية لم تكن الجزائر؟ يعني السؤال يطرح، لماذا تعظيم أمير عبد القادر؟ لماذا أمير عبد القادر؟ لماذا يضرب به المثل؟ أنا لما كنت في الخدمة العسكرية في 97 كانت انتخابات البرلمانية اللي شارك فيها الأرندي لأول مرة في عهدة الرئيس زروال. رحنا لمدة شهر في مدينة جيتنا أو بلدية جيتنا، دوار جيتنا، وين زاد الأمير عبد القادر. حتى ربما الزاوية ما يتعلم فيها الأمير عبد القادر القرآن ما زالت موجودة، وبنوا يعني مكانها كرمز أو ضريح أو ما يسمى كتاب وهكذا الشيء. المهم، لماذا الأمير عبد القادر في هذه الورقة و1000 دينار، 100 ألف ديروا فيها الطورو؟ الطورو أو الثور،
رمز البرج العظيم، رمز الحكم العظيم، رمز ذو القرنين. في قصة ألكسندر المقدوني، ألكسندر ذا جريت، يرمزوا له في بعض الأحيان برمز الثور. في الحكم لما يكون حكم قوي يرمز له بالثور وليس حتى بالأسد. لماذا في التسعينات الناس اللي كانوا في النظام فضلوا هذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون صوت الأحرار. قبل هذا صوت الأحرار عنده مفتاح الملك، ولكن هذو الناس كانوا يتصارعوا مع الناس تاع هذه الورقة. يعني كان للناس اللي فضلوا الطور أو الثور في الورقة، والناس اللي فضلوا الأمير عبد القادر على أساس أنه إنسان صوفي تاع على أكثر أن يكون مفتي. ولكن هذا ملك عالمي، تخيلوا يا عباد الله، تخيلوا في الجزائر تولي من أقوى الدول في العالم، والمنطقة اللي فيها الجزائر، شمال أفريقيا، تونس والمغرب، موريتانيا، ليبيا، حتى مصر، على الأقل شمال أفريقيا، مركز قرار عالمي، ملك عالمي، العالم كله ينتظر في الصوت والحكم الأخير يأتي من الجزائر. هذه هي الورقة. أما هذا فهو عبارة عن على أكثر أن يكون مفتي الجمهورية، يفتي لكم حلال وحرام. هذه نقطة. لماذا الصراع أجنحة في الجزائر؟ اللي ما يبيعوش ثروات الجزائر في 10 سنوات، ثروات 40 سنة تباعت في 10 سنوات. على العموم هذه السنة ستظهر حقيقة. العجوز سيموت متأسف، والحساب سيبدأ في حياته أو بعد حياته.